اهلا، ده الجزء الثاني من مسلسلنا. الجزء اللي فات كان خلص على جيون وهو رايح لشيا الشركه، ولما كانت شيا كانت بتخيط الهدوم للين هانغ عزمها على العشاء، لكن هي رفضت وهو قال لها ان هي بتستخبى منه، فهي توترت، ولما توترت عرف ضوء النجوم وساعتها قال لجيون، وجيون خاف عليها ونزل يجري، ولما وصل لقى شيا قريبه من لين هانغ، وساعتها اتضايق جيون وكان غيران، وشيا بتخيط راح اتعورت صبعها، وقبل ما يمسك ايديها راح رايح جيون ومسك ايديها بسرعه، وكان مهتم بشيا بشكل مبالغ فيه لدرجة انها كانت مصدومة، وكان بيبص لين هانغ بحقد وكان بيحاول يضايقه بتصرفاته. وبعد ما مشيت شيا، جيون هدد لين هانغ وقال له انه يبطل يحاول يتقرب من شيا، وان شيا حبيبته، قال له انهم لسه حبايب مش متجوزين، وده ما يمنعش انه يقرب منها ويحاول يكسب حبها. وبعد ما رجعت شيا، المديرة قالت لها انها مرفوضة وانها تمضي على ورقة الاستقالة لانها خلفت قوانين الشغل، وانها ما بعتت لهاش الملف اللي هي عايزاه، والمديرة طلعت ان هي اللي فصلت النت على الجهاز عشان ما يوصلهاش الملف. وبعدها شيا مشيت حزينة، ولما طلعت من المكتب هي شافت جيون وكانت معيطة، فهو ما خدش باله لانه كان غيران، وقال لها انها تخلي بالها من تصرفاتها وما تقربش من حد لان عندها حبيب. وبعدها سابته ومشيت، وهو فهم انها خرجت من عند المديرة، فدخل للمديرة وشاف الورقة اللي مضت عليها شيا، وهي قالت له انها طردتها لانها خلفت قوانين العمل، وانه ما ينفعش انه يرجعها عشان هي حبيبته، فهو قال لها انها ترجع عن القرار لان الشركة دي تبع لشركته، لكن هي قالت له انها هتتواصل مع الجد. فهو قال لضوء النجوم وديبيكا انهم يهكروا السيستم والاجهزة الخاصة بشركتهم، لكن هي خافت لان ده هيدخلها في مشاكل كبيرة. وبالصدفة وشيا ماشية سمعت جيون وهو عند المديرة وبيهددها وبيدافع عنها، والمديرة هترجعها الشغل. وبعد كده جيون كان متضايق وغيران علشان القرب اللي شافه بين شيا ولين هانغ، بس ما كانش فاهم نفسه وحاسس كده ليه. وبعد كده ضوء النجوم كان رايح يقول لشيا على اللي عمله جيون وانه ازاي قلق عليها وجري، لكن جيون قطع كلامه وحاول يغير الموضوع وقال لها انه جده عايز يشوفها لكنها رفضت. وبعد كده قال لها انه الصحافة لو شافوها وسألوها تحاول انها ما تتكلمش في حاجة تسبب له مشاكل. وبعد كده مساعد جيون كان عند تانغ وكان حابب القعدة في بيتها وقال لها انه بيرتاح معاها، لذلك هو قام وعمل لها الاكل عشان يحسوا انهم في بيتهم مع بعض وعلاقتهم اتقربت شوية. وبعد كده شيا دخلت المطبخ وعملت لهم اكل وكانت عايزة تأكل ضوء النجوم منه، لكن هو قال لها انه ما بياكلش. وبعد كده حكى لها على اللي جيون عمله عشانها وانه جره عشان يلحقها، وكمان هكر النظام بتاع الشركة وقت ما كانت هتطرد، وهي ما تخيلتش اللي عمله جيون علشانها، فهي ضميرها قنبها وراحت تقوله عشان يجي ياكل معاها، لكنه في الاول رفض، لكن بعد ما حيلته قال لها انه هيجي ياكل، ولما شاف الاكل قال لها انه شكله حلو، وهي قالت له انها ما عملتش اكل بقالها وقت كتير قوي، ولما دا الاكل في الاول قال لها انه طعمه وحش لكنها ما صدقتش، ولما دقته هي لقيته فعلا طعمه وحش، لكن بعد كده عشان ما يكسرش بخاطرها قال لها انه طعمه حلو واكل منه لدرجه انه اكل الاكل كله. وبعد كده ضوء النجوم كان بيقول لجيون ان هو وافق ياكل من الاكل عشان هو بيحبها، لكن ريحه الاكل باينه انه طعمه وحش، لكن جيون اتهرب منه. وبعد كده مديرة شيا راحت للشخص المقنع وادته ورق لشيا وسألته وقالت له انها كمان هكرت الكمبيوتر بتاعها، لكن سألته هو ليه بيعمل كده مع شيا وجيون، زعق لها وقال لها من شروط التعاون مع بعض انها ما تسألش في اي حاجة وان بيدفع لها فلوس على اللي هي بتعمله. وبعد كده شيا كانت نايمة وحلمت بكابوس وباليوم اللي حصل فيه الحريق وصرخت، وجيون جه عشان يطمن عليها وطلبت منه انه ينام معاها في الأوضة، وكانت فرحانة انه سمع كلامها ونام عشانها في الارض. وبعد كده جيون بعت لشيا وقال لها انه يجي ياخدها ويروح عند جده، وجده اتصل عليه وقال انه يجيب حبيبته ويجي عشان هيكون فيها عشاء عائلي وكبير. كده جيون راح لشيا وقال لها ان جده عايز يشوفها، لكن هي كانت رافضة لكنه حاول يقنعها، وان ده برضو حسب الاتفاق والعقد اللي ما بينهم يعني مش عشان بيحبها. وبعد كده جيون كان مستني شيا، وده النجوم قال له ان بقى تصرفاته باينه انه بيحب شيا، لكن جيون انكر وقال له انه ما بيحبهاش وان العقد هيخلص بعد 3 شهور، فهو قال له انه هيروح يقول لها ان هو مش بيحبها عشان شيا تصرفاتها بتدل ان بقت بتحبه ومعجبه بيه، فهو اعترض وقال له ان هو اللي هيقول لها بنفسه. وبعد كده تانغ راحت لمساعد جيون وقالت له انها جايه تقدم على شغل عشان تكون المساعده بتاعته، لكن كان واضح له طبعا انها جايه عشان تتقرب منه، لكن هو بقى بيتهرب منها. ولما جه جيون لشيا سألها إذا كانت هتروح تشوف جده باللبس ده، فهي في الأول كانت عايزة تروح بيه، لكن لما لقيته متضايق قالت له إنها تشتري لبس جديد، فهو قال لها إنه هياخدها على مكان عشان تشتري اللي هي عايزاه. بعد وصولهم المكان
اللي شيا هتشتري منه اللبس ما رضيتش انها تدخل لانها عرفت انه غالي قوي، وقالت لجيون على مكان رخيص يقدروا يشتروا منه لبس وهي بتشتري منه. ولما كان في الطريق جيون كان بيعاملها زي الاطفال، كان ماسك ايديها ومهتم بيها وخايف عليها. ولما راحت المكان كانت فرحانة بالمحلات اللي فيها اكل وجربت اكلات كتير، لكن الاكل كان شعبي على جيون وما كانش راضي ياكل منه. لكن لما لقاها بتاكل وفرحانة قرر ان ياكل معاها، ولما شافت مكان بيبيع التوفو قررت انها تعزمه عليه، كانت فرحانة لانها بتحبه. ولما جت تأكله الاكل كان هيقع على البدلة بتاعته، وهو اتعصب عليها وكلمها بطريقة وحشة وهي اتكسفت وكانت هتعيط وشالت الاكل من قدامه. ولما حس انه زودها اعتذر لها وقال لها انه خايف ان بدلته تتوسخ عشان هما رايحين عند جده، وبعد كده حاول انه يدوق الاكل لكن هي قالت له لا، ولكنه صمم واكل معاها بحجة انهم متأخرين ولازم يمشوا، وكان من الاكل برغم انه ما كانش عاجبه وكان قرفان منه. ولما وصل المكان اللي كان فيه اللبس هو شافه واتصدم من اللبس وقال لها ان هي مش شايفه اللبس اللي هو لابسه واللبس اللي هي عايزه تجيبه، وهل ده لبس ينفع تدخل بيه القصر عند جده؟ وقال لها انه هياخدها على مكان يكون مناسب للبسه. ولما راحت المكان اللي جيون جابها فيه كانت كل ما تختار حاجه جيون يرفض عشان عايز يلبسها على مزاجه. وبعد كده هي اختارت فستان وكان شكله حلو قوي لدرجه ان كل اللي في المكان كان مبهورين بيها وبشكلها، واشترى لها سلسله غاليه من المكان ولبسها لها. ولما خرجوا من المكان المساعد قال لشيا ان شكلها جميل، لكن جيون اتضايق وهي كانت فرحانه بشكلها وكانت عماله تتصور، لكن هو استغلها فرصه وقال لها انه هيصورها بس بتليفونه عشان هو مش هيعرف يصورها بتليفونها وعشان صورها تبقى معاه. ولما وصلوا جيون كان معاه هديه جايبها لجده وقال لها انه جابها عشان هي تدخل بيها وتديها لجده وتبقى منها لانها ما افتكرتش تجيب لجده هديه وهي جايه. وشيا كانت مبهوره بالقصر وبشكله وبعيشه الاغنياء. ولما دخلوا القصر هي اتفاجئت من كميه الناس اللي كانت في الحفله وقالت له ان هو كان بيقول ان ده عشاء عائلي، فهو قال لها ان كل دول جزء من العيله وشركاء في الشركات بتاعتهم. وبعدها وصل جد جيون وعرف الناس على شيا على انها زوجة حفيده المستقبليه، وده وترهم هما الاثنين. والجد طلب من شيا انها تقول كلمه وتعرفهم بنفسها وده خوفها، وجيون حس بده فراح وقف جنبها ومسك ايدها عشان يطمنها، وفعلا قدرت انها تتخطى الموقف واتكلمت عادي. وفي مكان تاني تانجا كانت عازمه مساعد جيون على العشاء وبتحاول انها تتعرف عليه ويبقوا قريبين وتعرف عنه كل حاجه، لكن المساعد كان بيصدها. وبعد ما خلصت الحفله جد جيون شاف الهديه اللي جايبها شيا وطلع ان جيون جايب له شطرنج جديد وقال لها انها تلعب معاه، لكنها رفضت وقالت له انها ما بتعرفش تلعب لكنه اصر عليها. ولما لعبت كسبته مرتين وقرر انه يلعب جيون وقال له انه هيتراهن معاه لو لقى ان الجد كسب هيباتوا هما في البيت، ولو جيون كسب هيروحوا بيتهم. وجيون وافق على الرهان عشان كان حاسس ان جده هيخسر. وعند تانغ مساعد جيون كان تعبان وما كانش في وعيه، فحكالها على مدى صداقته هو وجيون وان جيون انقذ حياته لما انتحر قبل كده، وكمان حكالها على ان جيون عانى كتير وانه اخوه مات وان عنده عقدة نفسية، ودي من الحاجات اللي مخبيها جيون ومحدش يعرفها ومن اسراره. وبعد كده الجد كسب وحكم عليهم انهم هيباتوا عنده. وبعد ما طلعوا الاوضه اللي هيناموا فيها جيون حاول انه ما ينامش في الاوضه دي، لكن الخادم قال له ان مفيش مكان تاني، لكن هو قال لها ان هي هتنام على السرير وهو مش هينام لانه هيشتغل. وعند تانغا قررت انها تخلي المساعد ينام في بيتها لانه نايم في التاكسي وهي ما تعرفش مكان بيت. وبعد كده شيا وهي بتستحمى الفستان بتاعها وقع في الميه، واضطرت انها تطلب من جيون هدوم وعطاها من هدومه. وبعدها النور قطع وجيون كان هيروح يشوف ايه سبب في قطع النور، لكن قالت له انها بتخاف وعندها عقدة من وهي صغيرة من الضلمة، فهو قرر انه يفضل جنبها عشان هي ما تخافش لحد ما تنام. ولما طلع الصبح لقوا نفسهم هما الاتنين نايمين جنب بعض واتخضوا، لكن اتعاملوا ان مفيش حاجة حصلت. وعلى الفطار الجد كان مهتم بشيا وكان بيأكلها وفرحان بيها، فشيا سألته على النور اللي اتقطع فهو قال لها انه ما يعرفش، وسألها هل هي خافت، فقالت له ان جيون فضل جنبها لحد ما هي نامت فهي ما خافتش. لكن جيون كان فاهم ان جده بيضحك عليهم وعرفه انه فاهم حركاته وان هو اللي قطع النور عليهم، لكن الجد عمل نفسه مش فاهم حاجه. وبعد كده الجد قال للمساعد بتاعه ان هو كان بيختبر جيون وقفل النور عشان يعرف ان هو هيفضل مع حبيبته ولا هيخرج عشان يشوف النور ومش هيهمه خوفها. وبعد ما كانوا راجعين شيا قالت لجيون ان الجد عطاها بطاقه ماليه عشان تصرف منها، لكن هي رفضتها وعطتها لجيون. وبعد كده ضوء النجوم جه لجيون ووجهه انه بيحب شيا،
لكن جون قال له انه حتى لو بيحبها مش هينفع يكون معاها، فهو كده يبقى اعترف بجزء ولو بسيط انه بيحمل المشاعر ليها. وبعد كده تانيا جت لشيا وقالت لها انها عايزة تحكي لها على حاجة على جيون، وبعد كده قالت لها ان المساعد حكى لها على جزء من حياة جيون، انه كان عنده اخ ومات، وانها شافت كلام زي ده على النت بس كانت القصة مكتوبة كاملة، وان جيون كان عنده اخ ومات في حريق، وان ابوه كان بيتهمه بقتل اخوه، ولذلك جيون عانى كتير وعشان كده ما بيحبش الارتباط وعنده عقدة نفسية، وانه حبيبته القديمة سابته بسبب انه كان متحجر القلب معاها وكان بيعملها معاملة وحشة وما كانش مهتم بيها. فسألتها شيا طيب لو اهتم بحد وعامله معاملة حلوة وساعده في كل حاجة، قالت لها يبقى حبه بجد، وهنا فهمت ان جيون معجب بيها، فهي قالت لها انها ما تتخانقش معاه وما تحاولش تضايقه لانه عاش حياة صعبة وانها تكون رحيمة بيه شوية. وبعد كده المساعد اعترف لجيون بانه كان نايم في بيت تانغ وقال له انه مش فاكر هو ايه اللي حصل، خايف انه يكون حكالها على حياة جيون وطلع اسراره، لكن جيون ما كانش مهتم بده قد ما هو كان مهتم هل ده هيأثر على علاقته بشيا او لا، لدرجة انه بعت لها رسالة اعتذار وبعد كده مسحها وقال انه ملوش علاقة بالموضوع. وبعد كده رن الشخص المقنع على مديرة شيا وقال لها انها تحط فيروس على كمبيوتر شيا وانه هيديها فلوس مقابل ده، فهي راحت للموظفين وقالت لهم انهم اجازة وانهم يروحوا على بيتهم، وسألت شيا اذا كانت خلصت الفيديو الخاص بشركة جيون او لا، قالت لها انها خلصته وبعتته لها، فقالت لها ان الاجتماع هيكون بكرة وانها لازم ما تحرجهاش قدامهم. وبعد كده ضوء النجوم جه لجيون وقال له ان هو وعده ان هو هيقول لشيا انه ما بيحبهاش وانها ما تتعودش على وجوده. جيون سأله هل انت عايز اننا ننفصل عن بعض؟ قال له لا، وانه عايزه انه يكتشف حقيقة مشاعره. وبعد كده قال له ان اي زوجين في نهاية الاسبوع بيروحوا ينظفوا بيتهم مع بعض وبيتشاركوا، لكن جيون قال له انه مش هيعمل كده وانهم مجرد حبيبين مزيفين. وبعدها اشترى حاجات التنظيف وروح البيت عشان ينظفوا سوا، لكن كانت متفاجأة شيء من تغير جيون وقالت له ان هو يستريح وان هي هتعمل كل حاجة وان هو مش هيعرف ينظف، فدخلوا مع بعض تحدي مين بينظف احسن وبقت حرب. ولما كانوا بينظفوا ويلعبوا اعجب بيها اقلوم التاني، شيا راحت الاجتماع والمديرة طلبت منها انها تحط الفيديو وتشرحه، لكن وقت ما جت تشغل الفيديو ما اشتغلش، ولما قالت لها انها تشوفه على موبايلها عشان هي بعتته للمديرة قالت لها ان برضو الفيديو ما بيفتحش عندها. وبعد كده الموظف اللي شغال عند جيون وقال له على اللي حصل في الاجتماع، وبعدها جيون خرج يجري من الشركة وضوء النجوم اتصل بيه وقال له ان شيا زعلانة وتعبانة بسبب الصدمة اللي تعرضت لها. وبعد كده المديرة راحت لشيا وزعقت لها وقالت لها كلام صعب وقالت لها انها هي قالت لها انها السبب في كل اللي حصل ده وانها هتفضل هي واصحابها شغالين على الفيديو لحد ما يخلصوه بعد 24 ساعة، لكن اصحابها ما كانوش زعلانين وكانوا بيحاولوا يخففوا عنها ويواسوها. ولما دخل جيون لقى شيا بتعيط واتكلم مع المديرة وقال لها ان الشركة هي اللي تتحمل مسؤولية اللي حصل مش شيا، لكن المديرة اعترضت وقالت له ان هي هتطردها، فهو قال لها انها تحضر ورق الاستقالة لان شيا هتمشي من الشركة، واخد شيا ومشي.